أهلا بكم إلى التفاصيل. نفذت الجهات الأمنية السعودية عملية استباقية في بلدة الجش التابعة لمحافظة القطيف، أسفرت عن مقتل عدد من المطلوبين والقبض على آخرين بعد تبادل لإطلاق النار. يذكر أن السعودية كانت قد أعلنت هذا الأسبوع الانتهاء من 98% من مشروع تطوير وسط العوامية بعد إزالة حي المسور العشوائي، والذي كان الإرهابيون يستغلونه للاختباء وتنفيذ أعمالهم الإجرامية فيه. ونتابع تفاصيل مشاهدينا مع مراسلنا عبر الهاتف. ينضم إلينا إذن مراسل أم بي سي في المنطقة الشرقية عوض الفياض. عوض، مساء الخير وأهلا بك معنا بهذه النشرة. تضعنا بصورة مفصلة عن هذه العملية أكثر يا عوض. أهلا بك وبالمشاهدين الكرام. بالفعل العملية كانت قد انطلقت عند الساعة 9 من صباح يوم الاثنين الماضي، وكانت العملية استمرت حتى الساعة 4 عصرا، ومن بعدها عادت الأوضاع إلى الهدوء والهدوء التام في الجش والبلدات المحيطة حولها. العملية هي عملية أمنية استباقية، لم يصدر بعد أي بيان من رئاسة أمن الدولة، لكن البيان متوقع أن يصدر هذه الليلة أو غدا صباحا. العملية كانت كما أسلفت استباقية، حصول أجهزة الأمن على معلومات حول خلية إرهابية تتمركز في إحدى المنازل في منطقة محاذية بين الجش وبلدة أم الحمام المتاخمة في القطيف. هذه العملية بدأها رجال الأمن بمطالبة هؤلاء بتسليم أنفسهم. كان الرد عبر إطلاق وابل من النيران على مركبات الأمنية، وبالتالي كان هناك رد مماثل من عناصر الأمن. خلال الساعات، ربما 6 ساعات من العملية تبادل إطلاق النار، تمكنت قوات الأمن من إنهاء العملية بتسليم 2 من المطلوبين حسب المعلومات التي حصلنا عليها من المصدر، ومقتل 5 من الإرهابيين حسب أيضا المصدر الذي تحدث عن أن هذه الخلية كانت تجهز لعملية إرهابية، خصوصا تزامنا مع انتهاء أعمال الإنشاء في مشروع وسط العوامية والاحتفاء الكبير الذي ساد والتفاؤل الكبير الذي ساد في القطيف محافظة وفي البلدات. الجش غواء في السنوات الماضية شهدت عددا من عمليات الإرهابية. نتذكر في عام 2015 في يوليو 2015 مقتل رجل الأمن سامي الحربي، وفي مارس 2017 كان هناك استهداف نقطة تفتيش في مدخل الجش وأسفر عن استشهاد أيضا رجل الأمن. العمليات الخمسة الأخيرة غوا هي عمليات استباقية تمكنت من إلقاء القبض على عدد كبير من المتورطين في الإرهاب، وعدد منهم من ضمن قوائم التي أعلنتها السعودية في السنوات الماضية، أهمها قائمة 23. نؤكد أن حسب ما يؤكد المصدر أن هؤلاء السبعة ليسوا من ضمن قائمة 23، لكن حسب معرفتي ومتابعتي حثيثة لهذه الخلايا الإرهابية، وأيضا لدينا أسماء المزعومة لهؤلاء. نعم عوض. معظمهم هم يرتبطون بصلات قرابة لعدد من الذين ألقي القبض عليهم أو تم تحييد خطرهم في السنوات الماضية. نحن سنكون بمتابعة لأي تطور جديد، وأنت ستكون أيضا حاضر لتوافينا بأي تفصيل يتعلق بهذه التطورات. إذن عبر الهاتف كنت معنا مراسل أم بي سي في المنطقة الشرقية عوض الفياض، شكرا جزيلا لك.